مش واحد. يا الله. طب ما انا مش ما يحيى. ايه؟ جو 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 يا يحيى. انا حنقول لك كلمه والله ما تستح. كنترول كات. يا يحيى انا حنقول لك كما قلت لك معناتها نعتبر كيما اخويا صغير ونحبك برشا ونحب العفويه نتاعك والهبل نتاعك وحتى انت زاد قلبك صافي شو نقول لك خليك على طبيعتك وخليك هيك والله ان شاء الله يوفقك وتوصل ان شاء الله ونهني الاردن على يحيى سويس حبيبي والله احلى سويس دي انا يحيى شو بدي اقول لك يعني يكفي اني اقول لك ان انا حاسه ان في حدا من اهلي معي بالاكاديميه معي اخويا من كتر ما انا حاسه ان انت اخويا لما بيجي لك اغنيه او تابلو او اي شيء والله العظيم بحس انه انا اللي راح اغني هالشيء لما طلعت نوميني انا انت مش متخيل قد ايش بكيت حسيت اني والله حسيت اني انا اللي نوميني من كتر ما انا بحبك ومن كتر ما حاسه ان انت اخويا بفرح لك باي شيء واي شيء بتكون زعلان منه من اي سبب بكون انا بلاقي حالي على طول زعلت اكثر انسان حاسه انه من اهلي اكثر انسان حاسه اخويا حاسه والله حاسك اخويا الثاني ما بعرف حاسك اخويا في كل شيء ما فيك بحب كل شيء فيك كل شيء في كل شيء قلته كل شيء بتسويه كل شيء عم تعمله كل شيء بشخصيتك يعني لو بتمنى يكوني اخ ما حيكون ما ححبه كل هالقد من كتر ما انا بحبك اخويا يعني وعن جد انت اسم بتجنن وبحبك كثير يحيينه يحيى أول ما جينا على الأوتيل قبل الأكاديمي هذا موضوع حكينا فيه إنه كنت أكره وكنت تكرهني اللي كان يحبك أنت شيك مع شوي صعب الواحد يفهم ليه ما كنتوا تحبوا هون؟ لا 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 بالأوتيل شوية بهارات بالأوتيل بلا سبب بلا سبب ما بعرف شو كان فيه بس كل بيعرف والعالم بتعرف انه من اعز الاصدقاء انت هون عندي بالاكاديمية ومن الاقرب لإلي وكثير برتاح بس كون قاعد معك هيدي شيء ما حدا رح يفهمه انا بدي اشكرك ومن كل قلبي على المساعدة اللي ساعدتني يا جمعة الماضي بدنا نعاري حبيبي انت بتعرفي شو انت طرف المساعدة يا عن جد هذا شيء ببرهن قد ايه بتحبني وانا كمان دونك صار ما بينه وما بين تاني هو كان سبب القصص الشباب ما يفكروا يعني كثير انا احب اقول لكم مش يعني مش لا
لاندري ما جاء متاخر والبوكسر حقه ما جاء فعطايح واحد من البوكسرات الموضوع تفضلي. اول شيء لانه بتضحكني كثير شو ما بتعمل بتضحكني، اذا بدك تقول لي بونجور بدي اضحك كمان. ايه بكفي انه ميشو بحبك وميشو بيعزك، يعني اكيد بدي اعزك وبس هيك. وانت حبيب حبيبتي من بعد ميشو. اه في من بعدي احتياطي حبيبي يعني بمعنى احتياطي حبيبتي خيي يعني. فرضا أن انت طلعت وجمهورك كله بنات واحلى من تانية وانت زاغت عينك يعني ام الجمال يا ابراهيم. صح مضبوط. كلام كلام اجي الغزل لفوق يا مجال. لا ابتدي حبيبي اكلم كثير عن الحاجة انت مش عايزني اعملها فحاول اثر قد ما سو وان رايت. استنى شكل الحج شكل جاء من الحرب ايش فيك انت كسرت رجلي بعد انت ليش ما والله العن ابوك زرزيزكم هذا وش قصة يلا لارا يعني من اول كاستنج حبيتك honestly بس لما جينا هنا حبيتك حبيتك بمعنى كلمة بطريقة غير طبيعية. برتاح لما بحواليك وبحس انه مش عارف عشان حامل حاجة انت مش عايز نعملها بحب انه بتسمعني. انا عادة انا عندي عقدة في الاكاديمي عشان بحس انه ولا حد بيسمعني بس انت بتسمعني واكتر واحد انه honestly يعني باقي اكلمك عجنب وبتحاول تسمعني وبتسمع كل كلمة وبتحاول تفهمني وبحب كده عشان مش بحس انه ناس كتر يسمعوني يعني بتكلم وبيسمعوا بس مش بيسمع وأنا من عادة مش بعيط كتير بس لما جيت الأكاديمي بعيط كتير قوي وبحب إنه أنت مش بتحب تشوفني بعيط فبحاول لا بس حافل خلاص خلاص بتحب لارا بتحب كونك المنديل اللي تمثل فيه sometimes when you يحيى سويس. يحيى سويس بذكرني بولاد خالتي بذكرني بأهلي كلهم بالأردن. وقتها كنت عم بحكي مع ابن خالتي عم قل له في حدا اسمه يحيى سويس اللي هذا اعظم صوت بالاردن. بس رغم هيك ما قال لي شيء اللي دير بالك اللي دير بالك عليه بضل يحيى ابن الاردن وانت دير بالكم على بعض. يحيى شو عم بحكي ما بقدر اطلع فيك. يحيى يحيى سويس كريم كل هوا شو بدي احكي عن يحيى سويس. يحيى سويس ابن الاردن ومثل ما بيقول الاردن اولا بيعتز بهذا الشيء مثل ما كلنا بنعتز ببلادنا وباهلنا. حبيبي يا باشا بننبسط فيك لما تكون مبسوط وبنزعل لما تكون انت زعلان. ما بعرف شو كمل كفي ما بعرف إذا طاحت الوردة بلش سألي يلا بلش شو؟ بلش سألي أقول خلك في حالك أنت يا بابا سنفور عزيز يلا خلص سألي بقى قد أمدح في الرجال وش سألي؟ بصوية أنت عارف أنك أنت من عظام الرقبة مثل ما يقولوا يعني أنت رجل في نفس الوقت فيك براءة الأطفال ما أدري ليش أحس هذا الشيء خاصة لما يكون في شيء وأجي أقول لك يحيى طيب ليش هيك تقول لي طبعا عادي وأكثر شيء ذاك اليوم لما كنا بكلاس مدام ميري الله يصبحها في الخير لأنه دخلنا في الوقت متأخر وهم اللي والله مقعديني لما قالت لك لا يا ابني لا تفتحت قلت شو بدري فأكثر شيء يعجبني فيك يعني أنك رجل عفوي جدا وطيوب. أي نعم قبل كانوا يقولوا عنك منافق ناس كثير أوكي بس أنا ماني من النوع اللي كنت أطقطق رأسي لأحد لما أشوف بعيني
وشفت عكس هذا الشيء. يعني انت اخ صغير ومعزتك يعني لك معزة من جد، معزة خاصة، واحس انك مثل ما قالت ديالة شخص قريب حبيبي. والله احس انك شخص حبيب. قريب جدا يعني، و ما مداني اكمل كلامي. الو هلا 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 حبيبي. طبعا انا يعني وايد صير مواقف بحياتي ان يقولوا لي في شخص كذا كذا، بس يعني ما كنت اسال عن هالشخص ولا يعني الا لما اشوفه. بس انت يا اخي حبيتك من قبل ما اشوفك، وقبل لا اعرفك، وقبل لا اعرف شنو خلقتك. ولا كان يقولوا لي في معاك شخص اسمه يحيى صويس من الاردن، دير بالك عليه، وحبوب، وكان يمدحونك وايد. فحبيتك قبل لا اشوفك يعني. صدق في ناس تكلمت عليك وسوتك بعيني واعي، يعني سوتك واطي. بس انا نفس عبد العزيز يعني، ما اسمع احد الا لما اشوفه بعيني. في وايد لما اشوفك من بعيد اشوف ابراهيم يعني. وانا وايد يعني احبك واعزك، واللي زعلك يزعلني، واكيد اخوي اكثر والله يعني. احنا ستة وانت السابع اكيد. ديل كنا نضايق إذا شفناك نمنيع.